كملي لنا صباحنا معكم مشاهدينا، وأولى فقراتنا رح ننتقل فيها إلى موضوع جدا مهم بزمن اختلف في إيقاع الكلمات، وصار ممكن تترجم هاي الكلمات ضمن بوست أو صورة بتحصد ملايين المشاهدات وكمان بتحصد ترند، ولكن هذا الشيء ممكن يكون لمجرد دقائق وممكن كمان يزول من الذاكرة بدون ما حتى يترك أي أثر، ولكن اليوم للحبر بيبقى له أثر خاص لحتى يترجم ويضل عم ينقل الأحداث عبر الأجيال يلي عم نعيشها، يلي هي بتكون فاصلة تحول ضمن حياتنا وقضايانا ومجتمعاتنا. أكيد عفاف، عم نحكي اليوم عن الأدب والشعر، وطبعا اللي بقي هو زوادة كل أديب عربي، وأكيد فلسطين هي محور الأدب والشعر المقاوم، وهي بوصلة كل عربي شريف. وكثير من السنين مرقت ونحن عم نقرأ ونعرف أكثر عن قضيتنا الفلسطينية من خلال ما تركوا أدبائنا وشعرائنا. أكيد مهما اختلف الزمان واختلفت أدوات التوثيق، ولكن بيبقى للكلمة أثرة عبر السنين والتاريخ. لهيك الأدب هو فاصلة التحول اللي ممكن من خلالها نعلم أجيالنا كل ما يحصل في القضية الفلسطينية. رح نحكي أكثر ونتعرف على نادي الشباب العربي اللي أطلقته مؤسسة القدس للثقافة والتراث والدور اللي بدأوا بهذا المجال، وبيسعدنا نرحب اليوم بصباحنا غير مع مدير نادي الشباب الأدبي الكاتب والأديب سامر منصور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح السعادة. يسعد صباحك أستاذ سامر. يعني اليوم نحن عم نحكي بموضوع جدا مهم، يمكن كثير من الأشخاص بيجهلوا شو مدى وتأثير قوة الحبر اليوم وترسيخ الأفكار وخصوصا بالقضية الفلسطينية. خلينا نحكي عن توثيق وترسيخ القضية الفلسطينية عند الأجيال الشابة اليوم، قد ايه مهم؟ بداية الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل يا رب للجرحى، وربي يعني ييسر أسباب وقف هذا العدوان بأسرع ما يمكن. بداية المنحة هو تكاملي، أي أن الصورة التي نراها عبر السوشيال ميديا والكلمة التي نسمعها سواء على المنابر أو نقرأها في الكتب، سواء التي كتبها الرواد الأوائل من كتب الأدب المقاوم للقضية الفلسطينية، أو سواء من يكتبها اليوم، كلها تتضافر وتتكامل. الأدب الفلسطيني يعني الذي يتناول القضية المركزية وليس القضية الفلسطينية، لأنها هي قضية العرب والمسلمين وقضية إنسانية، فهي كما يقول السيد الرئيس القضية المركزية ولا يقول القضية الفلسطينية، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. هذه القضية ساخنة دوما حتى في أكثر أوقات المهادنة والأوقات التي لا يكون فيها ضحايا وحروب وكذا، يكتب الأدباء نصوصا ساخنة متوهجة دائما. لماذا؟ لأنهم يدركون أن هذه المداهنة هي لإعداد العدة من قبل الصهاينة وداعميهم من الغزاة لأجل جولات تهجير أخرى، غير وتهجرون ب48 وتهجرون ب67، وهم يريدون أرضا بلا شعب، هذا شعارهم المعلن، وأرضا تمتد من الفرات إلى النيل، أي تضم أجزاء من مصر وتضم سوريا، وهم حاقدون أيضا على العراق لأنهم يزعمون أن نبوخذ نصر وهو من قام بإنهاء دولتهم، وشاهدتم تخريب آثار العراق عندما تآمروا عليها وأصبح هناك فلتان أمني، كان هناك تعمد لتدمير الآثار البابلية خصيصا. أنا سأعطيكم أبيات قليلة، يعني أسطر قليلة كنموذج عن الأدب الفلسطيني المتوهج دائما، كتبها محمود درويش في مرحلة سابقة. يقول: سقط القناع عن القناع، لا ماء عندك لا دواء لا سماء، مثل ما لكم شايفين فعلا السماء تحجبها الدخان في غزة، ولا ماء ولا دواء. إذن هذه قديمة ولكنها تنطبق وستنطبق لأن المنهجية واحدة. حاصر حصارك لا مفر، واضرب عدوك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك لا مفر، سقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر وحر قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة، فاضرب بها، اضرب عدوك لا مفر. صحيح، يعني اليوم كمان ونحن عم نعيش معركة طوفان الأقصى اللي قاربت على شهر تقريباً،
دور كبير اليوم للأدب والشعر، وعم نشوف أغلب الناس عم بتردد أشعار محمود درويش، أشعار نزار قباني، الأشعار القديمة كلها اللي انكتبت عن القضية الفلسطينية. شو دور الأدب بتأريخ هاي المرحلة المفصلية حاليا؟ تماماً، نحن لاحظنا يعني دعينا نقول هناك تكثيف لكل استراتيجيات ومكر ودهاء الغزاة عبر العصور، يضاف إليها المكتسبات الحديثة للغزاة التي وفرتها التكنولوجيا. هناك تكثيف ومركزية لها تعري النفاق الدولي كله متمركزة في فلسطين، وفي المقابل الأدب الفلسطيني أيضا يستعين بكل ما كتب عن الملاحم السابقة عن قضايا التحرر لدى الشعوب ويحاول أن يكثفها. لاحظنا في المقطع الشعري الذي قرأته لقصيدة لمحمود درويش أنه يستند فيها إلى الموروث، مثلا حاصر حصارك لا مفروا، طبعا غزة محاصرة، وحتى هو عن حصار بيروت عندما اجتاح الصهاينة لبنان من الجنوب وحاولوا محاصرة المقاومة الفلسطينية في لبنان، أنها كانت تلك أيضا مناسبة القصيدة. نلاحظ أنه عندما يقول لا مفر نتذكر نحن طارق بن زياد عندما قال العدو من أمامكم والبحر من ورائكم وأحرق السفن، عندما قال سقطت ذراعك فالتقطها. هناك الشهيد جعفر الطيار في إحدى الغزوات كما تعلمون قطعت يمينه، حمل الراية الإسلامي في شماله، قطعت شماله فحملها بعضديه. ولكن نحن في فلسطين لأننا قلة مستضعفة من قبل قوى التغول العالمي، لا مجال لدينا إن قطع ذراعنا كما حدث للشهيد جعفر الطيار أن نترك الذراع، بل علينا أن نلتقط الذراع مجددا. وهنا ربما إشارة أيضا إلى أن الفصائل الفلسطينية التي هي مقومات الجبهة الفلسطينية في مواجهة العدوان يجب أن تكون متحدة، وحتى قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب بها عدوك. الآن نرى تأسيسا لطوفان أقصى آخر، الكثير يقولون من الإعلاميين أن هذه مرحلة ستنتهي وسيتم في النهاية هدنة ما وتسويات ما، ويعني ابتلي الجانبان بخسائر كبيرة، ولكن لا، طبعا جرحانا وقتلانا ونحن أهل الأرض ذلك لا مفر، هم يفرون، لا نحن لسنا جانبان، هم يفرون إلى جوانب أخرى لأنهم قادمون من شتات الأرض، ونحن قتلانا أو جرحانا هم سيؤسسون الطوفان الجديد، لأنه فينا ذخيرة، أي من استشهد من عائلته سيكون مناضل المستقبل. صحيح، يعني هاي الأحداث كلياتها تعتبر فاصل التحول بحياتنا وقضايانا وبمجتمعاتنا كمان، ولازم تترسخ وتتوثق كمان بشكل آمن ومضمون بحيث أنه تضل واصلة حتى للأجيال الشابة القادمة. اليوم دور السوشيال ميديا عم يلعب دور كبير، إن كان ببوست أو صورة عم تحصل مشاهدات وعم تصير ترند، ممكن هذا الشيء يأثر على زوال القلم الأدبي، ولا كيف ممكن نقدر نحافظ على وجود القلم الأدبي بوجود السوشيال ميديا؟ بالاحتياجات الإنسانية بهرم ماسلو يقال أن الحاجة إلى الطعام والأمان وهي الحاجات الأساسية، ثم تأتي الحاجة إلى الانتماء، ثم الحاجة إلى الإبداع باختصار. فنحن يعني في ظل الظروف التي نعيشها مع الأسف هناك نوعا ما استسهال لدى هؤلاء الشباب، يعني هم مضطرون للعمل لأوقات طويلة ليحصلوا على الاحتياجات الأساسية للحياة الإنسانية، ثم يبحثون عن الانتماء. الانتماء يرتبط دائما بمرجعيات، المرجعيات هي التي تدفع العربة إلى الأمام، عربة الإبداع، أي عربة في الفنون أو في أي منجز حضاري. ولكن السوشيال ميديا نوعا ما ألغت هذه المرجعيات، بحيث أن الشاب أو الشابة قد يكتبون نصا بسيطا جدا أو أحيانا مسطحا أو أجوفا أو فيه مغالطة للتاريخ أو المنطق وينشرونه، ويجدون تفاعلا من المحيط الاجتماعي، أي يجدون لايكات وتعليقات على سبيل المجاملات. يعني شاعرة تعمل كوافيرة نسائية تحصد لايكات أكثر من شاعرة أخرى أفضل منها لأنها سيدة منزل، لأن لديها
علاقات اجتماعية أوسع سيدة صحيح. مجتمع وبالتالي لا يوجد مرجعيات في السوشيال ميديا، بينما نحن في المؤسسات، مؤسسة القدس للثقافة والتراث، اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، نحن نشكل مرجعية قادرة على تطوير هؤلاء الشباب ودفع العربة إلى الأمام، وبالتالي لا يوجد استسهال. السوشيال ميديا هناك استسهال، يكتبون ضغطة زر ينشرون، كان الأدباء فيما مضى يحكمون عقولهم ويتأملون لأيام وربما لأشهر ويراجعون مرجعياتهم الأدبية، يعني من سبقهم في الخبرة والتجربة، هذا لا يوجد اليوم مع الأسف. أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم كمان من خلال نادي الشباب الأدبي، هذا النادي اللي يمكن بيساعد بتثقيف وتمكين الهوية الفلسطينية عند الشباب، خلينا نحكي أكثر عنه، أي ما تبلش وأهم ما يقدمه من نشاطات. هناك حقيقة عدة أندية وملتقيات وشرفني أن أكون يعني من مؤسسيها ومديريها، منها لقاء الأجيال الذي يقيمه الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، استمر 7 سنوات برعاية الاتحاد وفي مقره في دمشق، وهناك أيضا نادي الشباب الأدبي في مؤسسة القدس للثقافة والتراث. وأهداف هذا النادي بداية تمكين اللغة العربية، لأنها هي الحامل للهوية الحضارية، وهي جسرنا مع الماضي، وهي ما يعول عليه المستقبل، لأنها لغة قوية من أقوى لغات العالم، فيها تقاس قوة اللغات بعدد الجذور اللغوية، فيها جذور لغوية كثيرة جدا، أكثر من كثير من اللغات الرائجة عالميا. الهدف الأول كما قلنا تمكين اللغة العربية، الهدف الثاني هو توعية الكاتب بتراثه، يعني هو يمتد من حضارة عريقة، حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط كلها تقريبا حضارات عريقة، وفلسطين لها خصوصية، هي بلد الأنبياء، أرض الأنبياء، يعني حتى كبار الغزاة، نابليون هزم في عكا، الإمبراطور نابليون الذي يعني دائما هي مكسر عصا للغزاة وللتجبر العالمي. هناك كثير من الحيثيات التاريخية والوعي بالتراث يجب أن يلم به هذا الكاتب الشاب، هذه إحدى أهدافنا أيضا في هذه الملتقيات، وأيضا حوار الأجيال كما تفضلنا قبل قليل، كي يكون هناك مرجعية لهذا الكاتب الشاب ولا يستسهل ولا يؤخذ بلايكات أناس ربما لا يقرؤون ما يكتب وإنما يضعون ويمضون. وأيضا التصدي للعولمة، فمع الأسف يعني هناك أثر للعولمة خاصة عبر السوشيال ميديا، هناك سطحية، هناك لا مبالاة، هناك يعني اتباع لمسائل يعني لا يجب أن يهدر الوقت فيها، خاصة يعني أننا نحن نعيش تحدي وجودي، كنا في سوريا نعيش تحدي لوحدة سوريا، يعني هناك هجمة على وحدة سوريا بدون تقسيمها، ونحن عندما نرتقي هذا المبدع الشاب عندما يطور أدواته الإبداعية يستلم الراية، لأن الأدباء الفلسطينيين الأجيال السابقة وصلوا إلى سوية جدا مرتفعة، فلا يجب أن تنخفض السوية، لأن العدوان كما قلنا تتطور التكنولوجيا وتتطور أدواته، وكما رأيتم يعني كان هناك وعد بالفور، اليوم هناك 10-20 بالفور اجوا على تل أبيب اللي هن الرئيس الأمريكي وغيره، يعدون بأن دمروا غزة ولكم الأمان، تهجروا الفلسطينيين، افعلوا وافعلوا. فنحن لا يجب أن تنخفض السوية، يعني نحن نتأمل فقط في ظل عصر التفاهة وهو عصر عالمي يعني يغزو شعوب العالم، أن نحافظ على السوية أضعف الإيمان. اليوم نحن ما فينا ننكر أنه في أدباء وشعراء من فئة الشباب، الأجيال الشابة يلي أعمارهم كمان صغيرة، هدول الشباب اليوم ممكن يواجهوا صعوبات كتير من خلال مسيرتهم، من خلال محاربتهم لتوثيق وترسيخ القضية الفلسطينية، إن كان بالأدب أو بالشعر أو بالأحداث يلي عم تصير اليوم. شو هي أبرز الصعوبات يلي عم يواجهها هدول الشباب؟ يجب أن نتحدث بداية بشفافية. كما قلنا الظرف الاقتصادي ظرف ضاغط جدا، الظرف الاقتصادي مثلا سوريا كانت تحتضن مخيم اليرموك الذي يوصف بأنه عاصمة الشتات الفلسطيني، سوريا هي الآن قلعة المقاومة الآن وفي السابق، وتحتضن كثيرا من الفصائل الفلسطينية وكثيرا كما قلنا يعني اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين لديه أنشطة، لديه جمعيات فاعلة، هناك كثير من المنظمات الفلسطينية الثقافية والأدبية والمقاومة موجودة على الأراضي السورية، ويقدم لها كل أشكال التسهيلات والدعم. لكن الظروف الضاغطة والتي هي بسبب مسألتين، الحصار العالمي، فسوريا محاصرة اقتصاديا كما هي غزة،
وبالتالي يعني الغريق لا يستطيع احيانا ان يستعين بغريق من الناحيه صحيح. الاقتصاديه نقول. ومع الاسف هناك ايضا الفساد الذي يستنزف الطاقات. فكما تعلمون الصراع في العصر الحديث هو صراع مؤسسات مع مؤسسات، لان المؤسسه تقوم بمنهجه النضال وترشيد الطاقات، والفساد هو استنزاف للمصلحة العامة لصالح مصلحة شخصية وهدر لهذه الطاقات لصالح أرصدة في بنوك هذا الغرب الاستعماري تذهب له ثرواتنا ديليفري، يعني دون أن يأتي صحيح. لاحتلالنا عندما يكون هناك فساد في أي بلد عربي. لذلك يعني هنا يوجد صعوبات، وهذه الصعوبات تؤدي إلى عدم التعمق في التجربة. يعني عندما يقول محمود درويش مثلا: لا غرفة التحقيق باقية ولا زرد السلاسل، حبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل. وها نحن نرى غلاف غزة مملوء بهذه البذور اليانعة الذين كانوا شبانا صغارا أيام ما كتب محمود درويش هذه القصيدة، وقد أصبحوا سنابلا الآن تشع مجدا، سنابل حباتها الإباء والشموخ في وجه هذا الكيان الغاصب والغاشم. ولكن حتى نكتب بهذه السوية، عندما اغتالوا غسان كنفاني خرج رئيس الموساد قال: اليوم قتلنا لواء فكريا كاملا. احتفل الموساد الإسرائيلي بقتل أديب فلسطيني. نريد أدباء من هذه السوية. الظروف الاقتصادية لا تساعد مع الأسف. نأمل أن يكون هناك يعني ناس أولو عزم، مثل نسمع نحن عن صحابة وأنبياء وناس مناضلين رغم كل الظروف قدروا. حتى في السجون هناك من يكتب. نأمل أن يكون شبابنا على هذه السوية، ونحاول أن نريهم نماذج تحفزهم على هذا. أكيد. بما أنك حكيت عن هي الفكرة، يمكن ببداية طوفان الأقصى في كتير عالم راهنت قالت يمكن الشباب هذا الوقت تاخد بالحياة الجديدة وما رح نلاقي هذا الشغف وهذا الحب والانتماء مثل ما كان عند الأجيال القديمة، وإلا أنه نحن لقينا العكس، لقينا شباب كتير بعمر صغير كان موجود حتى بالساحات بالوقفات التضامنية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيعبر عن حبه وشغفه وانتمائه للقضية الفلسطينية. بهذا الوقت محاكاة هذا الجيل لمعرفة قدي هو بيعرف عن قضيته حقيقة، قدي صعب وقدي هي المهمة كمان أنتوا أخذتوها على عاتقكم ضمن طبعا النادي. عندما يتلقى الفلسطينيون الشباب الحكاية من الأجداد الذين كانوا في فلسطين وواجهوا الاحتلال وقتل جزء منهم، أنا مثلا جدتي خرجت مع أطفال سبعة صغار أكبرهم في 14 وزوجها شهيد. عندما نسمع نحن حكاية الجدات وحكاية الآباء حول ما حدث في فلسطين وحول جمال فلسطين وأرضنا في فلسطين وانتماءنا وعاداتنا وتقاليدنا، هي تشبه إلى حد بعيد العادات في بلاد الشام كلها. يعني هنا نحن لا نتلقى ثقافة، وإنما هنا يتم شحن ذاكرتنا تماما، شحنها بأبعاد فكرية وحضارية وتراثية، لأن المتحدث هو الأم. يعني المعلم الأول للشاب الفلسطيني ليست نحن المؤسسات وإنما الأم. لذلك هو يأخذ عاطفة عميقة، يأخذ ذكريات جدا محفورة في صميمه لأنها في نشأته وتكوينه، ومن الإنسان اللي أخذ منه كما نقول نحن يرضعون الأجيال الصاعدة الحليب وحب المقاومة، غذاء جسدي وفكري وتكويني. والجميع بكل مستوياتهم الثقافية يدركون أنه صراع وجودي، وأن بالتالي التحرير والنصر هو رهين بهذه الأجيال، لذلك يشتغلون على هذه الأجيال. خلينا نركز اليوم على المواهب الشابة اليوم، كيف عم تساعدوهم أو كيف هنهم عم يقدروا يتخطوا، ممكن ما رح فيهم يقدروا يتخطوا الأزمة، ولكن كيف عم يقدروا يمارسوا مواهبهم خلال الأدب والشعر بترسيخ القضية الفلسطينية؟ مثل ما قلنا نحن بنحاول نجيب الأدباء اللي ما زالوا على قيد الحياة من أجيال الكبيرة، يقعدوا معهم يستفيدوا من مهاراتهم وخبراتهم بالكتابة. أيضا الأجيال الكبيرة تسمع من هذا الجيل، تشوف يعني تشوف كيف هو ممكن يتأثر فيه، كيف ممكن يطوروا أساليبهم كمان بالكتابة لاستقطاب هذا الجيل اللي بيجوز صار ما يحب القصائد الطويلة اللي صار هو بعصر السرعة. هلأ نحن عندنا شعراء شباب مثل الشاعر يوسف قائد، الشاعر وسام رحال، الشاعر محمد نزير جبر، قاسم فرحات، عندنا كثير شعراء شباب، حمزة الياسين،
موصلين لمرحلة كتير عالية، ونحن حتى يعني فينا نقول إنه هن جديرين بترجمة كتاباتهم ومؤلفاتهم. أكيد. قبل ما نختم حديثنا لليوم، خلينا نعرف من حضرتك بعض النشاطات اللي قمتوا فيها خلال هاي الفترة الماضية وأيضا مستمرين فيها. نحن نقوم بدورات لتنمية مهارات الكتابة الإبداعية في مجال المسرح وفي مجال الشعر وفي مجال الرواية، ونقوم بمسابقات بسيطة لها جوائز بسيطة، ونقوم أيضا بأنشطة متنوعة تشمل الفلسفة والتراث وثقافة الحوار وآداب الحوار، كي يستطيع هذا الأديب أن يحقق أعلى درجات التواصل بينه وبين زملائه وبينه وبين الأجيال الأكثر تجربة والسابقة له. خلينا هيك بآخر دقيقة نختم بأهم النصائح منك لكل الشباب اللي عندهم مواهب الشعر والأدب واللي هلأ مكملين طريقهم. نحن كفلسطينيين وكسوريين عشنا الحدث، لذلك يجب أن نتوجه يعني نقل قضيتنا إلى الآخر. نحن كل نافذة وكل دمعة أم شهيد تقول أبلغ مما تقوله الكتابات والقصائد. يعني أي نافذة في غزة تسمعين منها بكاء، تسمعين منها أحد يتذكر، هذا أبلغ مقالا منا. لذلك نحن نطالب الأدباء الشباب بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة، القراءة أيضا في مجالات تراثية وفي مجالات الأدب العالمي، لأن في الكتابة هناك تقنيات يجب أن نواكبها، لأننا في صراع بقاء، وصراع البقاء لا يبقى فيه إلا الأمهر أو الأقوى في قانون الطبيعة يعني. والترجمة يعني نحن نتمنى أن نصل إلى أدباء كما قلنا كمحمود درويش وسواه، جديرين بأن تترجم أعمالهم، لأننا نحن عارفون ولدينا العاطفة ولدينا كل ما يتطلبه الأمر، وعي وعاطفة تجاه قضيتنا، ولكن نريد أن نعرف الآخر. كما تعلمون كان هناك أيام باراك أوباما عدوان ثلاثي على سوريا مخطط له وتم إجهاضه، لأن البرلمانات في بريطانيا وفرنسا لم توافق على ما يريده رؤساؤها. صحيح. فالترجمة وإيصال رسالتنا والرأي العام الغربي قد يؤدي إلى تخفيض هذا العدوان علينا مستقبلا. أكيد. بدنا نتشكرك بختام حديثنا. شكرا لك. شكرا لكم.